عمري، ولكن أعود لعبيد، أعود لعبيد بن محمد الوهيبي، وعبر الهواء مباشرة أقدم الثانية لأبناء السلطنة، وتحياتي واحترامي لعبيد بن محمد الوهيبي، وشكر خاص لزميلي سعيد البرطماني اللي قال بتشوفوا أهالي سلطنة عمان في سن الكبار والمفاجآت، وهاي أحد المفاجآت، ومشكور يا أبو محسن يا متابع. ثاني ولكن نعود مع الامبراطور في انطلاقته على ظهر رشيد الذي مسيطر على المركز الاول. بالفعل ها هو رشيد لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبريل ومحمد بن علي بن قريع الذي تابع لنا رشيد الذي انطلق ونافس وحقق هذا الانجاز الرائع. بالفعل تهانينا، ألف مبروك لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبريل على فوز رشيد في المركز الأول، ومشكور يا الإمبراطور، مشكور السيد محمد بن علي بن ولاية المضيب ميدان الأبيض. سلام 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 يا حمد يا بن علي يلي حافي على هذا الأداء الجميل، على فوز الدكتورة. هذه هي الدكتورة، وغود مورنينج، وأسعد الله صباحكم يا أهالي ولاية المضيب، يا أبناء السلطنة تهانينا والناموس. هذه هي لحظات الوصول يا البرطماني، حلل يا بوي، حلل يا البرطماني. أبناء السلطنة يتواجدون مع شكرا شكرا شكرا. هذه المسيرة، هذا هو جميل حمد بن صالح بن حمد المري. السلام وين؟ الناموس وين؟ التحية وين؟ هناك سليم بن علي العويسي، وخذ حذرك، خذ حذرك من النمر فيصل بن طالب بن سليم المري. يا له من صوت قوي، يا لها من منافسة، يا له من ناموس. الناموس وين؟ النمر وين؟ جميل وين؟ النمر فيصل بن طالب بن شريم المري. السلام لك، التحية لك، الفوز لك. هذه تتواجد نشرة على صدارة الشوط، سيف بن محمد بن زايد الخيارين ينقل الناموس إلى الشحنية. تهانينا والناموس، تهانينا لسيف بن محمد بن زايد الخيارين على فوز نشرة في هذه التحديات الصباحية. في هذه اللحظات تصل نشرة، تهانينا أيضا. بن محمد بن زايد الخيارين يأتي في الوقت المناسب، وأيضا مع خبير في التضمير سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يضع الشعار على ظهر شاهين، وأيضا مع الخبير، مع البروفيسور، مع الدكتور ناصر بن سالم المكسور. الله الله، أتى في الوقت المناسب وفي اللحظات الحاسمة ليعلن انتقال هذا الشوط وتسجيل هذا الشوط باسم شاهين وباسم سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. المئة متر الأخيرة، سلام الشحانية، سلام سلام للخيارين، سلام تهانينا والناموس. لحظات الوصول، ولكن ثاني المراكز الآتي مع الشأنية، مع منصور بن علي بن حليس العذاري. يا سلام، هنا ثلاثية ولكن عنيدة أو نجدة مع محمد بن علي بن سلطان، ولكن الطيارة مع الصدارة، مع الانطلاق، مع القيادة، الطيارة مع بدر بن سيف الشبيبي بدأت تحلق، تنطلق، تغادر وتهبط مع خط.
وسعد بن طالب بن شريم المري، الله الضيف العزيز اللي قادم من المملكة العربية السعودية، ولكن اللي قادم من مدينة العين أيضا، واصل في هذه اللحظات سلهود لسيد نهيان بن عبد الله بن ركاد. اللحظات الأخيرة، يا سلام، أين يذهب السلام؟ أين تذهب التهاني؟ الله يا سلام، لحظات الأخيرة، أعطني المركز الثاني، أعطني المركز الثاني، يا سلام يا لويش، لويش جيب مي كامل نمبر 2، الله يا سلام، الله ثانكيو. وهذا هو المركز أمامكم، وهذا رياض، وهذا سلهود، سلهود سلهود وصل، رياض سلهود، رياض سلهود، يا مليون ناموس، الناموس لمن؟ الفوز لمن؟ الله بالركاض، بالركاض ومن شريم، الله تهانينا بالفوز بسلهود، وتهانينا والسلام للعين، لا تهانينا للسيد نهيان بن عبد الله بالركاض. لكن فوارس، اول نداء لفوارس للسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري اللي في المركز الثاني، ايدر المثال مثل الاخيره، غاليه 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 بالفعل للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين. تهانينا مشاهدينا الكرام، الف مبروك للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين على فوز غاليه في المركز الاول. غيرت في هذه اللحظات لسيف بن محمد بن زايد الخيارين وبن هميل. الله 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 يا بن منانه، بن منانه مكرمه، سالم بن سعيد بن منانه السويدي يفاجئنا في اللحظات الاخيره بهذا الشعار الجميل. يا سلام يا سلام يا بن منانه، روح يا اخويا خميس، روح الى الشوط، ولكن الهده على الصداره، الهده على المركز الاول، سيف بن محمد بن زايد الخيارين، بينما هناك مكرمه مكرمه والهده وخط النهايه، وخط النهايه لمن الفوز، لمن الناموس. الله